مع محمود كرم والتصويب، ولكن علي غرور في مكان الصحيح. دائما لقاءات الأهلي والنصر تتميز بالإثارة، ودخول جميل، دخول جميل. ومحمود كرم، تورغي، عصام، عصام الشكري، كرم وتسويب، ولا منقوص من لاعب بكل تأكيد، هذا يريح مدافعي النصر. إبراهيم وتصويبه، ولكن تعود لكرم. عصام، ومن جديد، من جديد علي غرور. من زمن الشوط الثاني، محمود كرم وتصويب، ولكن الكرة في متناول الأهلي من جديد. تورغي، تورغي من جديد، ودخول خاطئ. هيثم المالكي للمراقبة اللصيقة، عصام، ولكن محمد بعيرة، هجمة عكسية، فهد قرب، والقائم العارضة، وعلي غرور. زايد، هجمة عكسية، زايد، وينجح، ينجح علي غرور حارس مرمى فريق الأهلي. كرة ضائعة، كرة ضائعة، تورغي، هجمة عكسية، هجمة عكسية، والتورغي، ويتألق علي غرور، يتألق حارس مرمى الأهلي علي غرور. كرم، وجميلة، جميلة، ولكن لا تترجم إلى هدف. إبراهيم، فتعطش لاعبيه للهجمات العكسية وللأهداف، ولكن كرة، هجمة عكسية، ويحيى، يحيى، ولكن في متناول عمى من جديد. أسامة، ودخول، دخول، ولكن علي غرور في مكان الصحيح ويصد هذه الكرة. عبد الله البنداوي، وجميلة للاعب الدائر، التنفيذ من جديد، وينجح علي غرور، ينجح علي غرور في حسين عوض، وتصويب، ولكن علي غرور في مكانه هذا الموسم. عوض، وخارج الملعب، تصويبه قوي، وتصويب من صحبة فريق الأهلي بنغازي، فهد الزرقاني، يصوب، والحارس، الحارس علي نجيب. إذا سجل هذه الكرة، إذا سجل هذه الكرة، لكن